انت وكلت باي عمل فيه عمار اي عمل فيه بلاط وانت عارف انه في شغل انت بتشتغله بكون 100% وفي شغل بتشتغله ما هو حسب مصرياته لا حسب مصرياته ما بفوت معه بالاساس مش والله عاد ما اعطاني بشتغل له يا اما بشغل عمل متقن يا اما ما بفوت فيه ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.